حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة ما شفته خالص. معلش انت ممكن بس تبقي متوتره شويه عشان دي اول مره بس المره الجايه لما مفيش مره جايه هنساه هعتبر نفسي ولا جيت ولا شفته من اصله وانت كمان انسيه الله يخليكي هتسيبي ابنك يتربى في ملجأ وامه لسه عايشه انا مش ام حد يا ستي انا دلوقتي ام ولدته حرام عليكي هتموتي ابنك بالحياه يعني هو معايا هيبقى عايش انت فاكره ايه هاخده وادخل بيه على اخويا يقوم ياخدنا بالحضن ده اقل حاجه يدفننا بالحياه خديه واهربي سيبي البيت ربي ابنك في حضنك هتموت من الجوع بقولك لو عايزه ابن اخوك يعيش ابعديني عن سكته ولا الله يسيبك علي الحرام المره ده شيماء ما هسيبك استنى بس حضرتك يا استاذ حمادي حضرتك فاهم الموضوع انت بره عني خالص فاهمه ولا لا سخفني منشيه تعالي تعالي جرب سخفني منشيه اركبي سخفلين انا والله يا منشيه ما عملت عادي سخفلي عملها منشيه عملها منشيه سخفلي انا يا الحرام تعالي
يا منى ده بتتكلم ولا ايه؟ انا قلت كل حاجه. لا انا احب اسمع بقى من الاول. يلا قولي قتلته ازاي؟ ذبحته بسكينة تلمن. سكينة تلمن؟ فين بقى السكينة دي؟ رميتها على الطريق وانا راجع من العين السخنة. طيب واللي بقى قتلته قصدي ذبحته ازاي؟ ما تقطع يا يالا. مثل ذبحته ازاي؟ ايه؟ مش فاكر؟ ولا انت ما قتلتوش وجاي تستعبط؟ لا قتلته مسكته من شعره وذبحته زي الخروف وبعدين مشيت رميت السكينة في البحر ورجعت في البحر؟ انت رميتها في البحر ولا على الطريق؟ انت بتداري على مين يا منى؟ بتشيل التهمة عن مين؟ انا قلت لسيادتك ان انا اللي قتلت. انت ليه مش مصدقني؟ عشان فارس ما اتقتلش بسكينة وما اتدبحش من قدام. بتداري على مين يابا؟ طب انت هتنطق ولا اوريك الوش التاني؟ طيب شكلك كده عايز تشوف الوش التاني. حسن! تمام يا مد باشا. شيل الكرسي ده. عايزه يفضل واقف لحد ما ارجع. حتى لو رجعت بعد شهر يفضل زي ما هو كده. لا ينام ولا يقعد. زيلي تعال سخفيني انا سخفيني اخوتي خش خلاص يا حماد خلاص يا ابني دي عامله يا اختي تعمليها فاكره مش هيعرف يجيبك في الزوم وريني طولك يا بنت خلاص والله ما هتعمل كده تاني مش هتهرب يا ابني بقول لك يا ام اطلعي بره والله يا ابني ما هتعمل حاجه اطلعي بره طب اسمعني بس بقفل الشباك ولك علي اطلع على باب الشمس ايه قصة الواد ده؟ الواد ده من فارس ابن مشيرة ها؟ ده انت وازاي ما حسيناش بيه؟ ما تتكلمي؟ كلمي بدل لما اقطع لسانك كلمي يا شيماء كلمي انا سامعك الواد ده جه ازاي؟ انا هادي اهو هادي اهو ما تخافيش ارغي بعدين بقى مع الراجل ده عفريت مغربي ده ولا ايه؟ رد عم خيلة يا جبر انت واقف كده ليه يا جبر؟ ها؟ واقف كده ليه؟ ايه واقف كده ليه؟ اعرف لك ازاي يعني؟ اعرف لك كده عشان تنبسط؟ انت ايه هتتروش عليا ولا ايه؟ ما جهزت شغل الليل ليه؟ شغل الليل؟ ده في فوق عفريت مغربي مش عارفين نصرفه. هو لسه ما مشيش؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي نعمل له زار. لا سيبهولي بس سهلة وانا خمس دفوف الدف ب 50 جنيه 50 في 5 ب 250 يا ابني يخرب بيتك اسكت سيبهولي وانا اتصرف وروح انت غور جهز الشغل. طب هات 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه حاضر هديك 100 جنيه بس يلا روح جهز الشغل. انا بكلم الرئيس ما بيردش عليا. رسمي الرئيس متقال. هتهزر معايا انت اتجننت يا ابني ولا ايه؟ الرئيس خيل هو في غيره؟ خليل هيغيب كام يوم وانا عايز الشغل يخلص قبل ما يرجع. هنقدر؟ عيب عليك. هنقدر نخلص الشغل ولا هتضيعني؟ عليا الحلال. ما انت عارف ان انا خبره لا يستهان بها ولا ايه؟ قبل ما خليل يرجع. عارف ولا مش عارف؟ عارف. بس انت قول يا رب يا رب يا عم قول يا رب. انت
انت هتطلع له برضه؟ خد بالك من نفسك طيب. هيوحشني يا امجد. ما تخبطش جامد بقى. يا سلام. خلاص يا عم. صدقت ان انت الموظف المثالي. قوم بقى ما تقفرش، الدنيا اتأخرت. مثالي ايه بس؟ ده لسه ما خلصتش اللي وراي. ماشي يا عم، واللي دبسك في اللي وراك ده بيقول لك يلا امشي. قلت ايه؟ قلت حضرتك المدير المثالي. شفت؟ انا مدير فشيخ. يلا يلا عشان تلحق الاتوبيس بتاع المصنع بدل ما تشعبط في المواصلات. ماشي هقفل هقفل وانزل على طول. يلا يلا بقول لك قوم امشي. يلا يا عم بس هقفل يا عم. يلا شغل مش هطير. يلا يلا انت صعبان عليا. يلا بينا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. اقعد شويه على ما اخلص اللي في ايدي. احنا مش جايين نعمل بلاغات. انا عايزه عبد المنعم خليل جه امبارح ومن ساعه ما حقق معاه المقدم نادر التوني وش الفجر احنا ما نعرفش هو فين. الهي يا رب يخليك. دلنا قول لنا هو فين. ده من ليله امبارح ما فيش لقمه نزلت في معدته. انا عايزه اشوف ابني يا ناس. قبل الباشا ما يؤمر ما ينفعش يا حاج. طب لو سمحت خد دخله الاكل ده. انا مش همشي من هنا وان حكمت هبتي للذي في الاسم. لازم اطمن على ابني. سيب الاكل هنا يا حاج واحنا هندخله له. بجد يعني ابني هنا؟ طب الهي يا رب يخليك خليني اشوفه ان شاء الله حتى من خرم البيت. بقول لك ايه يا حاج، خد مراتك وروحه وما يجيناش الكلام بعد اذنك. طب يلا يا ام منعم ادينا اطمنا عليه وهيدخلوا له الاكل خلاص. يعني برضه مش هشوف ابني؟ يلا بقى بدل ما يعند وما يدخلولوش الاكل. يلا طيب. قلت خلاص ربنا رايد لي الستر وخد الواد زي ما جابه. يا ابني رد عليا مالكوش حسناه. يا ولد عملت ايه بالبيت يا ولد؟ ايوه كده يا اختي. يا بنت مال ما هو مضربكيش اهو. بتتفضلي في ايه يا بنت؟ ما تنطعي نفسك بيا في زورك. انت جاي تجيبني يخرب بيتي. بس امك ولا انا لما اجيب خبر اللي انت جاي. قولي لأمك على الواد اللي جبتيه من ورانا. قولي لها قولي لها. واد ايه؟ حد يقولي الواد اللي جابته من الحرام. من الحرام. يا لهوي يا لهوي. حرام عليك. سيب الكبريت ده وبطل الشغل ده. ماشي حسين سيب اختك. سيب الكبريت ده وبطل الشغل ده. سيب الكبريت ده. سيب حضرتك مسك لها السكينة. ايه وهي متعورة ايه في رقبتها؟ خير يا باشا؟ يعني لسه بتقول انك بتموت اختك؟ انا لسه ما قلتش حد. مفيش حاجة حصلت بنتي يا باشا. امال ايه الدم ده؟ يا بنتي اتكلمي ما تخافيش، انا هنا عشان احميكي وجايبة لك معايا البوليس، اتكلمي يا غبية. شايلينك لعوضة يا اختي، مش عايزين منك حاجة. اي خدمة تانية يا باشا؟ لا خلاص، السلام عليكم. خلاص يا حضرتك انت صدقته؟ والله العظيم هيموتها. وحضرتك ما شفتش الدم اللي في رقبة البنت؟ هو كمان غرقان في دمه، وبعدين دي مشاكل عالية، مالناش فيها. يعني ايه حضرتك؟ لازم واحد فيهم يموت التاني عشان الحكومه تتدخل؟ ما الحكومه اتدخلت لكل راجل بيضرب واحده ست مش هنخلص. روحي في حالك يا نسا، شكلك بنت ناس والعالم دول هيوديكوا في داهيه. وانا لولا ان انا عارف نيتك كنت عملت لك محضر بلاك ياز. عبد الله لو ماما جنبك ما تبينش ان انا. ها انا عايزك في خدمه ضروري. عادي يا علي. يا عادي يا علي انت يا زف. اخوك فين امال؟ ما جاش. هو ما كانش معاك؟ بعد ما استنطع على البضاعه ابن الصرمه خدتله في سنانه وجري. عايز يشعي ولا ابن الكلب؟ طب ودين النبي اللي يكون رميه في اي ملجا؟ خلي الحكومه بقى تصرف عليه بمعرفتها.
طيب. يا ده علي الراجل ده اتجنن خالص، عايز يرمي الواد في الملجأ. الصلاة مدام مشيرة، انا اسمع ان في ناس كتير بتعمل الحكاية دي، بيبقى ليهم اسبابهم. يعني في ناس بتبقى خايفة من الفقر، في ناس تانية بتبقى خايفة من الفضيحة مثلا. مفيش سبب يخلي اي اب او ام يرمي عياله في الملجأ ويتموهم وهم لسه على وش الدنيا. تفتكري؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا رشاد؟ ازيك يا مشيرة يا اختي؟ عبد الله اصله عامل عملية وانا كل شوية بطلع اشقر عليه واساعده. رشاد اخويا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ما انا سألت الجيران قالوا لي ان ما لفهاش في شقتها تلاقيها فوق على السطح. طيب طالما سي عبد الله عامل عملية انا بقول نسيبه يرتاح ولا ايه؟ عايز حاجة يا عبد الله؟ لا ربنا يخلي حضرتك. مفيش فايدة، برضه بيضرب الواد. راجل يا اخوي، خلفت راجل، بس راجل عيل بيعيا زي بقيه اللي في سنه. يا ابو علي ابنك عيان بقاله كام يوم، وانا قلت له لما خف اوديه للدكتور، يعني مش بيمثل ولا حاجه. دكتور كمان؟ لا بيمثل، وامه واخته شركاته مستخبى تحت العفور اللي لسه ما رجعش ابني. اعملك ايه بقى؟ انا خفت لا تضربني. حسابك معايا بعدين. بقول لك ايه؟ لم نفسك، اياك تقرب ناحيه حد فيهم وانا واقفه، انت فاهم؟ يا ابو علي عيب كده ما يصحش يا سيدي، انت بكره وربنا هيجبرك. جبره يا اخويا جبره، بس هو اللي عايز يجي على الواد. ما جبرهاش ولا هيجبرها طول ما انت مدلع على الواد. ما انت راجع والشوال فاضي، ولا انت بتخزي العين؟ لا بعت ولا اشتريت، البلديه هجمت على الفرشتين شالتهم، ودول اللي لقيت اجري بيهم. فهمت يا بوز الاخص؟ فهمت؟ فهمت يا اخويا، هدي نفسك يا سيدي، ربنا يعوض عليك. بكره من النيمه تكون صاحي معايا وتفرش معايا في السوق، انت فاهمه؟ من ادانات ربنا يا اخويا هصحيه وينزل معاك. حاضر. لو علي لسه عيان مش هينزل، واذا كان على الفرشه بتاعتك انا هشتريها منك من دلوقتي. استريحت؟ اها حلتها لك. انا كمان عندي سوبر ماركت كبير في البلد. اي أيوة والله، وكل شويه الضرايب تهجم، ده غير الميه والكهرباء. بقول لك ايه، ما تيجي نشرب لنا حجرين حتى عشان موضوع البلديه ده. اسمع مني بس، ما تعصبش كده لا باظ عن إذنكم. حجر يطق في نفوخك يا بعيد. بقولك يا ودي علي، انت عيان بجد؟ ايوه عيان بقاله كذا يوم ومش مظبط خالص. يبقى لازم نوديه المستشفى يا عبد الله. لا يا امي لا، كفاياكي مصاريف بقى. انا هغليله ليمونتين ويتكن دلوقتي كده تحت اللحاف، هيعرق، هيبقى ده عرق العافيه. ويقوم بالسلام. تعالى غطيك. يلا هغليلك ليمونتين. ما تخليش علي يزيح الغطا وانا نايم. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. استنى، انت تطلع من غير ما حد يسندك؟ انا مش عارفه انت نزلت ازاي من اساسه. في ايه؟ انت ما كنتش عايزاني انزل يعني ولا ايه؟ للدرجه دي زعلانه مني؟ ليه؟ وانت كنت شخط فيا ولا كنت بكتني ولا كنت عملت بس حاجه؟ بس 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 خلاص خلاص، انت ما صدقت فتحتي حقك عليا. طب انت مش ناوي تطلع ولا ايه؟ لا لا لا، انا بقيت زي الفل، اقدر اطلع لوحدي. بس انا كنت عايزك يعني في موضوع كده. هأمرني؟ عايزك يعني في موضوع بخصوص علي. علي؟ علي؟ على اخوي، ماله؟ علي تعبان، وعايزك بكره كده تسهي الدنيا كده في البيت وتاخديه، عشان اخدك انت وهو يعني نروح للدكتور ونكشف عليه نشوف ايه الدنيا. انا وانت وعلي؟ انا وانت وعلي بس؟ لو انت هيبقى مشغوله ولا حاجه يا ريت. يعني ملعون ابو الشغل على الشغله، كله في ده علي. طب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا زيزي، طمنيني عملتي ايه؟ يا فتح يا علي يا رزقك. ازيك يا جميل؟ ازيك يا زيزي؟ ماما جوه على فكره، لو عايزه اخش لها. حابه انزل لها بس بعد ما اخلص مع عبد الله، عشان كنت بس عايزاه في موضوع مهم الاول. طب انا حابه هطب عليكم عشان تتعشم.
لا 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 جميلة ما تتعبيش نفسك، أنا اتعشيت مع مدام مشير. تتعشى تاني. طيب. عشان الجرح يلم. ماشي. وتعرف تخرج معايا بكرة. إن شاء الله. طب يا جميلة بيقول لماما إن أنا خلاص مع عبد الله هنزل لها بقى ها؟ حاضر. يلا يا عبد الله. يلا جميلة خشي خلاص. شكلك بقيت أحسن دلوقتي. يعني الحمد لله. المهم. قولي لي انتي عملتي ايه بقى؟ ابدا بعد ما مشيت من عندك رحت عند بيت شيماء حاولت اقف بره اسمع اي حاجه بس ما عرفتش انا خايفه يكون عملوا فيها حاجه يا عبد الله بسببي والله لو كان عمل فيها حاجه كان زمان الجيران والبوليس وكل الناس اللي كنت عايزاهم يحشوه عنها قاعدين له جوه البيت بيترحموا عليها ويصوروها بالموبايل كمان احنا ليه بقينا كده يا عبد الله؟ احنا ما كناش كده. ايه اللي جرالنا؟ ايه اللي جرالنا ايه؟ ده موضوع يطول شرحه. تشربي شاي؟ انا اللي شاغل بالي دلوقتي فارس. ازاي بس هسيب ابن اخويا يتربى في ملجأ؟ والله انا حاولت اكلم مدام مشيرة في الموضوع ده. بس بصراحة كمان ما عرفتش خالص أنا كنت فاكراها حكيالك مش للدرجة دي يعني أنا الحاجات اللي بعرفها بعرفها بالصدفة البحتة أصلا بس أنت يعني في إيدك إيه تعملي؟ في إيدي كتير أوي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لحقتوا تقعدوا على القهوة؟ والله لا قعدنا ولا وقفنا الراجل راح للتاجر اللي واخد منه البضاعة يستسمحه في اللي راح منه رغم اللي بيعمله كل ده في ابنه لكن في الآخر راجل غلبان ولا ما غلبان غيرك الناس كلها طمعانين فيه يمصوا دمك كان الراجل اللي اسمه أبو علي ولا البت المحفوفة دي اللي جات لك المصنع ولا التاني خليل وابنه البلوى المسيح بس أنا نبهتك أحذرتك هنبهك تاني ما ينفعش يا اختي جارك اللي بتطلعي له ده سمعتك يا اختي ما ينفعش ده رأي رشاد تكونش فاكرني العيله هتقوم عليها ابوها عشان مكحله عينيها شوفي بقى انا هخطف فرض ربنا وتنك معايا على البلد تخلصي وتسيبك من الواغش اللي هنا رايح اعصابك صدقي بالله ولاد اخوك هينبسطوا قوي لما يشوفوكي جهزي زيزي أنا جاي أقول لك كلمتين وأنت حرة بعد كده حمادة منشي عارفة شش خليك بيصلي جوه ممكن ما يخرجش سنة ارمي يا أختي ارمي ارمي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله زيزي اهلا يا خالي قال انت يا بنتي ظابطه صحتك على بجيتي على مو معال كويس انك بتيجي تشقري على امك ربنا يهديكي هاي مشيره هتروحي معايا ولا ايه لا اتكل انت على الله يا رشاد ما تخافش عليا بشوقك ماشي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته خدي بالك لا مؤاخذه خدي تسليني في السكه خدي بالك من امك خدي الكيس كله يا رشا لا خليه لكم انا بس عشان لو حد طمع في برطانيه ولا حاجه في السكه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انت ايه ربنا مسلطك على فضيحتنا مش مهم الكلام ده خالص دلوقتي المهم ان احنا لازم نلحق لسنا شيماء دي اخوها هيقتلها انت اللي قلتي له مش بالظبط يبقى انت اللي قلتي له مش مهم عارف ازاي المهم ان احنا نلحق نتصرف أعمل فيك إيه يا شيخة؟ أعمل فيك إيه؟ هو لسانك ده إيه؟ قطر ما حدش بيعرف يوقفه كل الكلام ده على فكرة ملوش لازمة خلينا نفكر نشوف هنعمل إيه؟ ده مش بعيد يعمل حاجة في فارس الصغير وبعدين ده مش بيتفهم غير بالمطوة أيوة هنا
ثواني يا اسطى وراجع لي. على فين يا استاذ هشام؟ مالك يا ابني في ايه؟ داخل. انا اسف بس ممنوع. جرايه فؤاد، نسيت موبايلي جوه وداخل اجيبه. دي اوامر حضرتك، ترضاني الاذيه؟ ومن امتى يعني الكلام ده؟ من يوم ما اتعينت. ومين اللي ادى الاوامر دي؟ استاذ امجد. امجد؟ يلا بينا. طيب انا متشكره قوي، معلش انا تعبتك معايا. يلا السلام عليكم. قالت لك ايه؟ قالت لي يا اختي ان شروط التباني مش مطابقه عليا، لازم اكون متجوزه او اقل من سن الـ40. طب وبعدين يا ماما؟ هنسيبه تربى بقيه عمره في الملجا؟ هي قالت لي انها هتشوف حل، خصوصا انها من بنيامين وهو صغير بيعتبرني زي امه. طب المهم دلوقتي، انت مقتنعه بالخطوه اللي هتعمليها دي؟ ما تضحكش عليك يا زيزي، انا في الاول ما فكرتش في الحكايه دي خالص، بس من ساعه انت ما فتحتي معايا الموضوع وانا حاسه انها علامه من عند ربنا، كاني بيعوضني عن ابني فارس بابنه. أقل حاجة أعملها إن هو يتربى في وسطنا. اللي خايفة منه بجد أخو شيماء، مش عارفة ممكن يعمل إيه. أما يا أما، يا أم شيماء ردي عليا بقى. أنا مش أم حد، بس أنا بنتك وحقي عليك إن أنت تردي عليا زي ما حقي عليك إن أنت تدافع عليا من ابنك. مش النهاردة ولا امبارح، طول عمري سبتي طايح فيا زي ما أبويا كان طايح فيكي. انتي ما فكرتيش تاخدي على جنب وتقولي له يديني اللي انتي اتحرمتي منه؟ انا عشت عمري كله بنشأ على كلمه حنيه من اخويا اللي ما كانش يعرف يتكلم غير بالحزام. انا عملت اللي عملته ده بس مش عشان ادبسه في جوازه، ولا علشان طبعنا في قرشين، ولا علشان يدافع عني من ابنك. كل ده كلام جايز يكون منه شوية صح وشوية غلط، بس عارف الحقيقة ايه؟ الحقيقة ان انا كنت بدور على حنية، الحنية اللي انا ما لقيتهاش في بيت ابويا. مش واحدة بتلاقي الحنية في بيت أبوها ومش قاعدة تدور عليها برا، والله يا أبو شيماء كنت بدور على حنية، ملقتش الحنية يا أبو شيماء في بيت أبويا، ملقتش الحنية في بيت أبويا. سامحيني يا أم، سامحيني يا أبو زيني. آه يا بنتي، والله يا بنتي شيماء، بس عمال أنا منشية منشية بقى يتغفل فاضل. تقولش كده يا جدع، قطع لساني اللي يقول كده، ده انت اصيع من الصياعه يا جدع. مش انت صاحب فضل؟ اه. قلت انا معاه في حاجه يابا؟ مش قادر. لا لا. طب وعدني يولع زي هذه السيجاره،
ما في حد فيك يا منشية حافظ على حريمه ولحمه قد منشية، وكل الدنيا عارفة الحوار ده هو. ربك والحق. مش شيماء دي أختي؟ أيوة أختي عادي. ها؟ أيوة. بس أنا إيه بقى؟ من ساعة لما أبويا مات وأنا بعدها بنتي. اللي هو من لحم ودم يعني. أمي يا فضل تستعملني وتغفلني. ليه بقى يابا؟ عشان أنا لحمي طالع زفر في النهاية. لا، كلمة طلع زفر دي ما اسمعهاش، ده أنت لحمك ده طلع من الغالي قوي. غالي. بس أنا عايزك فتح مخك يا حبيبي كده شوية، وعايزك تلم لحمك ولحم لحمك كمان. أنت بتقول إيه يا غالي أنت؟ بقول إيه؟ اللي قول لي صحيح، هو لحمك ده طلع النهاردة وارث كام مليون؟ كلام